مرحبا معكم الطباخ الحماد بواسي. شو محمد بواسي هاي؟ انا محمد بواسي. مش انت؟ بعرف انت بحكي عنك. انا بتحكي عني؟ طب ليش ما تقول لي لعاد؟ شو قاعد بدنا نسوي؟ شو بدك تسوي؟ بنت اسامع. شو بدك تسوي يعني؟ A few moments later. شو نطبخ اليوم؟ فريكي. طب يلا دوك خمسة. بدك تساعدني؟ يلا. مساء الخير للجميع، صباح الخير للجميع، للي بيحب يتابعنا على قناة ركان مواسي. اليوم معكم الحلقة الخامسة من يوميات شيف. كمان مرة مرحبا للجميع. اليوم بدنا في الحلقة الخامسة من يومية شيف نعمل شوربة فريكة، قسم منها باللحمة اللي بحب اللحمة وقسم منها مش باللحمة. طبعا اللي بنحتاجه احنا اليوم نص كيلو فريكة، نحتاج جزر، نحتاج بصل، نحتاج ثومة، طبعا لحمة، بهارات رايحين نحتاج هال حب، رايحين نحتاج كركم، ورايحين نحتاج كمون، رايحين نحتاج جوزة الطيب، وللي بيحب الشوربة بتكون شوية بتحرق حارة يعني، رايحين نحتاج شوية فلفل حار مطحون. مرحبا للجميع. طبعا احنا نبدأ نحضر ونبدأ بتقطيع الخضار واللحمة، والسيد ورد المساعد الأول حبيبي بده يبدأ يساعدني. يلا يا با ابدأ كشر بالجزر وأنا بقطع البصل. أول مرحلة من مراحل عملنا شوربة الفريكة هو تكشير البصل وتفريمه، وطبعا حطيناه على النار عشان نحوصه شوي. شوية زيت زيتون. بس يابا بس عندنا سؤال، هاي الكمية اللي بتحطها هي لكديش كمية فريكة؟ هاي لنص كيلو فريكة، وهاي الكمية بتكفي وجبة لعشر أشخاص. تمام شكرا. طيب بعد ما حطينا البصل طبعا نرفع النار شوي. طبعا الجزر اللي كشره وارد بدنا نبرشه عساس ناخذ منه يجي معنا سلايسين او جوليان. سؤال، ليش احسن يكتب جزر سلايسين؟ اسرع على التطبيخ واحلى من ناحيه يعني منظر للطبخه. انت شغلتين مهمه، انه انا بعد ما شفت البصل بدا يحمر باخذ اربع خمس حبات من الهيل كامله برميها مشان يعطي طعم شويه. وانا شخصيا يعني هذا من تجربتي الشخصيه بحط شويه كرنفل، شويه بسيطه كرنفل يعني كميه بسيطه بحطها مع النتريكي. طبعا نيجي للثومه. تمام، قدر معلقتين صغار هيك. البصل بدأ يحمر معناها أجا وقت الجزر. ليه بابا ما خلينا على أحرك؟ حرك يلا تعال منجيب الفريكة. هيك أجا وقتها
مشان نحوسها كمان مع البصل والجزر والثومة. نحرك منيح منيح، نفس الوقت بنحضر مي سخنة. قديش كمية مي سخنة اللي بتحطها؟ نص كيلو فريكة بدها 2 لتر مي سخنة. 2 لتر طبعا. لحد ما المي تكون جاهزة بنحضر شوي لحمة عشان نحوسها، نطلع العظمات. طبعا انا بحط العظم واللحم كله مع بعضه الاخير من لحمة خروف. طبعا عشان يكون اطيب. بعد ما حطينا اللحمة حركة شوي مع الفريكة. سؤال، بنحرك اللحمة على درجة حرارة عالية ولا واطية؟ عالية، بدنا درجة حرارة عالية مشان اللحمة ينعملها زي نشويها، نصليها شوي، تتكلى شوي مع الفريك ومع البصل. وهيك احنا صرنا جاهزين، المي قربت تكون جاهزة. انا في عندي ريحان في البيت، بحب استعمل الريحان في كثير اكلات لانه بيعطي نكهة كثير حلوة. طبعا الريحان هذا بشيله بالاخير، اما عشان يعطينا شوية نكهة للأكل هيك طيبة. اوبا. طبعا زي ما لاحظتوا انا حطيت الكميات من بعد ما استعملتش بهارات، لانه البهارات بخليها في اخر مرحلة. اما للي بحب تكون الفريك تكون شوية حارة، فالمفضل انه الفلفل الحار المطحون نستعمله في هذه المرحلة قبل أن نحط المية، وشوي يأخذ يتكلم مع البصل برضو والهاي. يعني في سؤال، اللي بحبها بدون لحم شو بيساوي؟ بيساوي نفس الطريقة بس بدون لحمة، نفس الاشي بس بدون لحمة. طيب المي صارت جاهزة، مندير الماي. انا بعدل ايه؟ هي في فقاعات تطلع البقى باك 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 باك. تعال شوف هنا عمار، يلا حرك. تعال يلا. ريحته حلوة، شم بابا الريحة حلوة؟ شميتها. شم بتوكل؟ بابا شم الريحة حلوة. بتجنن؟ لانك انت حلو، لأنه مع الخضروات بالبصل بصير زاكي. طبعا المي لحد ما تغلى، لحد ما تاخذ اول غلوه، انا ببدا احضر بالتوابل اللي لازم تنحط وكلياتها مع بعضها بحضرها بهيك شيء، ونبدا بتحضير التوابل. طبعا هسه بنحضر التوابل، الاشياء اللي لازم نحطها. راح اقول المقادير بالمظبوطه. انا طبعا مش رايح تشوفوني حامل يعني مقياس، اما انا بقول لكم بالضبط شو لازم يكون. اول ما ببدا باخذ شوربة دجاج، مرق دجاج، وطبعا انا بفضل يكون كنور، شركه كنور، لانها من افضل الشركات اللي ممكن نستعملها. باخذ فلفل اسود مطحون قدر نص معلقة صغيرة، مرقة الدجاج كده بتحط للنص كيلو، ثلاث معالق كبار. ناخذ الكركم كمان نص معلقة كركم، بناخذ جوزة الطيب رشة خفيفة جدا، اشي زي هيك يعني خفيف جدا، مش نص معلقة ولا اشي، بس مشان تعطينا شوية طعمة. وباخذ بهار محاشي، بهار محاشي اللي
كثير كثير مميز في محمص الربيع في باك الغربية شارع أبو حسين، إدارة شادي ربيع عصام ربيع. أنا بفضل أخذ بهاراتي من هناك لأنه فعلا بضاعة نظيفة وبهارات كثير كثير مميزة. بعد ما حطيت المكونات هاي كلها نحط شوية ملح، ملح طبعا نص معلقة كبيرة كفي، ونحط شوية مي. بعد ما حطينا البهارات وحطيت عليها شوية مي بس قديش كمية المي؟ ايش المناسب اللي تقدر، يعني مش كمية محدودة، كمية معقولة على اساس انك تقدر تخلطهم، يعني لانه المراك والبهارات مع بعض اذا ما حطيتهاش، اذا حطيتها على المي السخنة راح يكون معك شدر، راح مش راح تدوب زي ما هو لازم. فالمفروض نحط مي باردة ونخلطهم مظبوط لحد ما نشوف انه كلياته مخلوط. وهي المي صارت تغلى عندنا هون، وبنقدر نضيف هسه طوالي على الفريك. طبعا نخلط. انا حركتها بلزمش تتحرك. طبعا بعد ما خلصنا هيك مرحلة راح نغطي اللحمة لمدة ساعة ونص لما بتوصل لدرجة غليان. طبعا تنسوش توطوا تنزلوا الغاز على اساس انه بس تضلها تغلى ما تفرش اكثر من اللازم لمدة ساعة ونص. واذا احتاج الامر تفقدوا، يعني الواحد بفقد، اذا احتاج الامر انك تضيف شوية مي، شفت انه الشوربة صارت جامدة كثير مثلا وفي حاجة لانك تضيف مي، فبتضيف مي بس مي مغلية اساس انه انت ما توقفش عملية التطبيخ تبعت اللحمة وتبعت الفريكة. نلقاكم بالاخر. طيب هاي بعد ساعة ونص طبعا احنا بدنا نشوف النتيجة النهائية للشوربة، شوربة الفريكة اللي عملناها اليوم. تعالوا نشوف اذا احنا جاهزين ولا لا عشان ندوق السيد عمار. ياي الفريكة جاهزة، ملزمهاش مي، ما ضل الا ناخذ كاس. طبعا نحط، تركت التقديم مهمة جدا، الواحد اللي بده لحمة بحط لحمة. طبعا طريقة التقديم مهمة جدا، انا بحب ازين دايما بشيء من هالنوع. وهسه بنقدم للسيد عمار مشان يذوق ويشوف شو النتيجة النهائية. جاهز؟ جاهز دوق؟ أنا جاهز. تفضل. تسلم. تفضل تريح. بسم الله. دير بالك طبعا عشان سخنة كثير. احلف. سلم عليك والله زين. طبعا شوربة الفريتشي يعني هي عبارة عن وجبة، يعني لما يعني زي طبخة، فأنت لما بتعمل إشي من هالنوع بلزمش، يعني هاي طبخة وجبة كاملة دسمة تشبع، بلزمش تعمل إشي ثاني، لا سلطة ولا أشياء ثانية، يعني وجبة كاملة منها فيها. اللي بده مع لحمة زي ما قلنا، واللي بده بدون لحمة برضو بيقدر يعملها بدون لحمة. وتنسوش تتابعونا عشان تشوفوا وصفات ثانية، أشياء ثانية من الشيف محمد. سووا سبسكرايب أو اشتراك، سووا نشر للفيديو وحطوا لايك، ومنشوفكم المرة الجاية. حلقة الخامسة انتهت، إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة. أسعد الله أوقاتكم.